في حلقة جديدة من اعرف عدوك وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي جبهة قطاع غزة على سلم أولوياته للعام الجاري مظهرا أن الأجهزة الحربية تعمل طوال الوقت على تطوير وسائل لاكتشاف الأنفاق هذا ما أكده رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي غادي آيزنكوت خلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة بلسان العدو نصر الله عدو محنك ومر ويملك سيطره حصريه على زر الامان لمناسبة مرور 25 عاما على تولي السيد حسن نصر الله منصب الأمين العام لحزب الله كتب ضابط سابق في أمان يدعى أوفيك معاز قائلا إن نصر الله يعيش ولاية مستمرة ومستقرة بقوة كاريزمته ونبوغه الحاد انتخب لولاية تلو أخرى مشيرا إلى أنه ليس هناك من يجرؤ على تقويض قيادته وكثيرون يعتقدون أن لا أحد يصل إلى قامته وقادر على الحلول مكانه. وقال معس: كل هذا لم يكن بديهيا لغاية بعد ظهر يوم السادس عشر من شباط عام 92 عندما قامت ملوحيتان تابعتان لسلاح الجو بمهاجمة سلفه عباس الموسوي في جنوب لبنان. نصر الله الذي عاد قبلها بوقت قصير من الدراسه في ايران ولم يكن يحوز منصبا رسميا في المنظمه انتخب لكونه تلميذا للموسوي ومواصلا دربه العقائدي. هذه النقطه المعلم هي فرصه مناسبه لفحص السياسه التي قادها نصر الله والقرارات المهمه التي اتخذها. ويضيف الباحث العبري بحسب ما نقل عنه الاعلام الحربي بنظرة إلى نصف يوبيل إن قيادة السيد نصر الله نجحت في الوصول بحزب الله إلى تحقيق أهدافه وإرساء مكانته في لبنان وفي المنطقة لا سيما أمام إسرائيل. ويتابع الباحث شارحا تاريخ تطور حزب الله السياسي والعسكري قائلا: إن في سوريا راهن نصر الله على كل شيء لصالح الحفاظ على نظام الأسد. نصر الله يعتبر لاعبا عسكريا وسياسيا مهما فيما تمثل ايران مصالحه على طاوله المحادثات حول مستقبل سوريا ورأى معاس ان سياسه نصر الله دفعت باسرائيل الى عمليه عسكريه واسعه خلفت دمارا كبيرا في لبنان لكن نصر الله هو قائد يتعلم بعد حرب لبنان الثانيه فهم أن عليه بلورة ميزان ردع ضد اسرائيل وبناء قوة حزب الله بحيث أن القيادة الإسرائيلية تفكر ألف مرة قبل أن تمضي في حرب مفتوحة. مع مرور عقد يعترف مسؤولون عبريون أيضا بنجاحه من خلال وصف حزب الله بأنه التهديد العسكري الأكبر. ورأى الباحث العسكري أنه من ناحية اسرائيل فإن نصر الله هو عدو مر ومحنك مسؤول عن مقتل إسرائيليين كثر، فخلال 25 عامًا أنتج هوية شبه مطلقة بينه وبين المنظمة التي يرأسها، وحقق سلطة مركزية تكسبه سيطرة حصرية على زر الأمان. نقل موقع ولا الإخباري العبري عن قائد شعبة الاستخبارات العسكرية السابق وقائد المنطقة الشمالية الحالي الجنرال عفيف كوخافي قوله إنه أزال من قاموسه وصف حزب الله بالمنظمة الإرهابية وبات بتعبيرات مهنية يصفه بأنه منظمة شبيهة بالجيوش إضافة إلى ذلك وفي تقرير أعده المحلل للشؤون العسكرية أمير بحبوت رأى أنه ربما للمرة الأولى يؤكد ضابط رفيع جدا في جيش الاحتلال أن حزب الله يملك اكثر من 100 الف صاروخ تشكل تهديدا لاسرائيل من بينها صواريخ تحمل رؤوسا حربيه تزن نصف طن من المواد المتفجره اضافه الى صواريخ اخرى يصل وزنها الى 900 كيلوغرام على حد تعبيره ولفت التقرير ايضا الى انه بحسب تقديرات خبراء اسرائيليين يعد حزب الله حاليا اكثر من 15 الف مقاتل نظامي اضافه الى الاحتياط يتحركون بموجب عقيده قتاليه بنيت في السنوات الماضيه بهدف كسر دفاعات جيش الاحتلال في البر والبحر والجو اضافه الى حروب السايبر التي لا تعرف اجهزه الاستخبارات الاسرائيليه مداها وفعاليتها والمستوى الذي بلغه الحزب في تطويرها كما ان العقيده القتاليه لحزب الله بحسب الخبراء تتضمن كسر تفوق سلاح الجو الاسرائيلي من خلال ضرب عمق الكيان العبري لخلق بيئه رافضه للحرب وضاغطه على متخذي القرارات في تل ابيب، وقال الموقع ايضا انه وفقا لمصادر عسكريه اسرائيليه رفيعه فقد نجح حزب الله في بناء منظومه اتصالات داخليه خاصه به غير مخترقه وتستخدم لنقل المعلومات فضلا عن منظومه متطوره لجمع المعلومات على حد تعبيره. بعد تعيينه قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقبل توليه مهماته بشكل رسمي، أجرى الجنرال يوئيل ستريك مقابلة حصرية مع صحيفة اسرائيل هيوم، قال فيها أن الحرب المقبلة ستكون تجربة من نوع آخر فيها كثير من التحديات، مشيراً إلى أن الجبهة الداخلية ستتعرض لعدد كبير من الصواريخ، رافضاً الدخول في شرح الأرقام. زعم قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يوئيل ستريك أن أقل من واحد في المئة من الصواريخ التي ستسقط على الأراضي المحتلة خلال الحرب المقبلة سيكون دقيقا وسيسقط في مناطق مفتوحة أو غير فعالة فيما جزء صغير منها سيكون مؤذيا وقاتلا وفي مقابلة حصرية مع صحيفة إسرائيل اليوم قال ستريك سيكون على جيش الاحتلال تقصير أمد المعركة وأعتقد أننا نستطيع فعل ذلك خمسون يوما هذا رقم طويل جدا بالنسبة لإسرائيل وقال لمواجهة المعركة المقبلة والتي يتوقع أن تكون مختلفة كما ذكر مع آلاف الصواريخ في اليوم الذي ستتساقط على العمق من الجبهة الشمالية ومئات الصواريخ في الجنوب من قطاع غزة طورت قيادة الجبهة الداخلية مبادئ الصمود الصلب والتي تتضمن تسعة عناصر وعلى رأسها الدفاع، تتابع وظيفي قومي وامتثال مدني وشدد على انه في الحرب المقبله سيحاول العدو ان يفاجئنا وان يقوم بتسلل ما الى مناطقنا والسيطره على مستوطنات في الشمال وعزلها لبعض الوقت، لافتا الى ان الحرب المقبله مع حزب الله ستكون مختلفه بالتاكيد لمن يسكن بالقرب من الحدود الشماليه مع لبنان، لان لدى القدره على تغطيه كل المناطق بصواريخ ثقيله، ولذلك فان الامتثال المدني حاسم لكي نقلص قدر كان الأثمان التي ستدفع. وبحسب التقديرات، قال قائد المنطقة الشمالية الجديد إن الحرب المقبلة ستشمل إصابة واسعة للبنية التحتية في فلسطين المحتلة، وفي بعض المناطق لن يكون كهرباء لفترة تتراوح بين 24 و48 ساعة، وربما أكثر. ولذلك نحن نستعد مع شركة الكهرباء لتقديم حلول أثناء الطوارئ. فيلم فلسطيني في برلين مخرجه معتقل سابق في سجون الاحتلال الاسرائيلي مين تابع لك اخر مره بحكي لك فاضلني. فاز الفيلم الفلسطيني صيد الأشباح بجائزة أفضل فيلم وثائقي في الدورة السابعة والستين لمهرجان برلين للفيلم الفيلم الذي أخرجه المخرج الفلسطيني رائد أنضوني تدور قصته حول علاج جماعي لمعتقلين فلسطينيين سابقين في سجون العدو الإسرائيلي تابع <applause> الفيلم الفلسطيني يعيد قصه بناء سجن المسكوبيه الاسرائيلي الشهير في مرآب في رام الله في الضفه الغربيه المحتله. وخلال الفيلم يستعيد المعتقلون السابقون تجربه الاعتقال بما في ذلك التعذيب الذي تعرضوا له. وقال المخرج لدى تسلمه جائزته: اعمل مع اشخاص يعيشون في مكان قاتم جدا وانتم تكرمونهم بفضل الضوء الذي تلقونه عليهم. وقد اعادت السلطات العبرية اعتقال احد المشاركين في الفيلم بعد التصوير على مقال المخرج لوكاله فرانس بريس خلال المهرجان وقد قرر معتقل سابق اخر الانسحاب من تصوير الفيلم بعدما اضطرب كثيرا جراء اعاده تمثيل ما حصل له بادق التفاصيل واوضح المخرج بعد عرض فيلمه في مهرجان برلين استخدمت كل ما هو متاح لمساعدتهم قلت لهم ان كان الامر قاسيا جدا عليهم فبامكانهم الانسحاب وقد استعنت خلال التصوير بمعالجين نفسيين ورائد اندوني المخرج بالغ من العمر 45 عاما كان قد اعتقل شخصيا في هذا السجن الاسرائيلي تحت الارض في القدس المحتله سخرية القدر وظلم العدو أن الطفل الفلسطيني القاصر الذي رشق الحجارة يحكم عليه بالسجن 12 عاماً فيما الجندي الإسرائيلي الذي قتل فلسطينيًا جريحًا بريئًا يسجن عامًا ونصف العام هذه المشاهد لجندي في جيش الاحتلال وهو يقتل الشاب الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف وهو مصاب في منطقه تل ارميده في الخليل. مشاهد قتله بدم بارد اثارت انذاك موجه غضب محليه ودوليه وانتقادات واسعه في الاعلام ولدى المنظمات الحقوقيه. واليوم يحكم على القاتل أليور أزاريا بالسجن سنة ونصف السنة بعدما أصدرت المحكمة العسكرية العبرية في تل أبيب حكمها المخفف بحق جريمة قتل متعمد وبدم بارد في النتيجة تكون المحاكمة هي محاكمة مكتوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي كتمثيلية أعد السيناريو والتأليف والإخراج الجانب الإسرائيلي فما يتص... كعائله ماذا توقعنا توقعنا هذا الحكم البسيط ضد هذا الجندي وتعليقا علي حكم المحكمه دعا اعضاء الكنيست من حزبي المعسكر الصهيوني ويش عتيد الي العفو عن الجندي القاتل بعد سنوات من النقاش المستفيض والطلبات المتكرره التي بدات عام 2009 وقع قبل ايام وزير الداخليه في حكومه الاحتلال اري دارعي على مرسوم يسمح بضم 260 دونم لمنطقه نفوذ بلديه القدس المحتله وبذلك مهدت الطريق للمصادقه النهائيه على مخطط كبير لانشاء حي استيطاني في جنوب المدينه المحتله تهتم دوائر الاحتلال بانجازه كونه مصدر لجذب الازواج الشابه من الاسرائيليين واسكانهم في القدس المحتله قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم 2600 دونم من أراضي القدس المحتلة منذ عام 1967 إلى نفوذ بلدية الاحتلال في المدينة لإقامة حي استيطاني جديد وبناء نحو 1830 وحدة استيطانية ومناطق تجارية وتقع هذه الأراضي على حدود بلدتي بيت صفافة وصور باهر جنوب المدينة وبحسب موقع دل 48 فإن ذلك سيزيد من تقطيع التواصل والترابط بين الأحياء والبلدات المقدسية في القدس المحتلة ويقطعها على امتدادها الفلسطيني مع الضفة الغربية المحتلة هذا وسيتم قطع طريق التواصل بين القدس المحتلة ومدينة بيت لحم وفي المنطقة المذكورة سيطر الاحتلال على أراض واسعة وأقام مستوطنات وأحياء يهودية ومناطق صناعية وظلت مساحات واسعة هي أقرب إلى محميات طبيعية خلابة على مرتفعات وتلال القدس في جهتها الجنوبية وزرع الاحتلال فيها عددا من البؤر والقرى والتجمعات الاستيطانية وأطلق عليها اسم المجلس الاقليمي منطقة يهودا واليوم يقرر ضم جزء منها إلى حدود بلدية القدس الأمر الذي اعتبرته جهات إسرائيلية أنه السابقة تحدث لأول مرة منذ عام 1967 وبناء على قرار وزير الداخلية أريا درعي الأخير فإن مخطط إنشاء حي منحدرات روميما سيخرج إلى التنفيذ قريبا حيث سيبنى حي سكني متعدد الأشكال البنائية البيوت الصغيرة والكبيرة وبناء على طبقات عالية تصل إلى تسعة طبقات وأحيانا إلى واحد بقى. الاحتلال يعمل على محو بئر السبع عن الوجود العربي الفلسطيني قررت بلدية الاحتلال في بئر السبع إغلاق السوق البدوي مطلع الشهر المقبل بعد أكثر من قرن على افتتاحه طامسة بذلك معلما عربيا آخر من أقدم معالم المدينة وكانت سلطات العدو حولت مسجد مدينه بئر السبع الى متحف ومباني السرايا الى مركز شرطه وبيت عارف العارف الى عقارات للبيع في محاوله منها لتغيير معالم المنطقه وبررت بلديه الاحتلال القرار بان السوق قد فقد خصوصيته واصالته وانها بصدد اعاده ترميم السوق البلدي باستثمار عشرات ملايين الشواغل والتركيز على سوق اخر في المدينه يكون جاذبا للسياح قبل 112 عاما أعاد العثمانيون إقامة مدينة بئر السبع في مطلع القرن العشرين 1905 لتكون مركزا إداريا وتجاريا جديدا وهدفت الدولة العثمانية من إقامة المدينة تقوية السلطة المركزية بعدما تفاقمت النزاعات والحروبات بين القبائل البدوية المختلفة التي منفكت عن التمرد على العثمانيين وبالعوده الى التاريخ فان العثمانيين قد شيدوا في المرحله الاولى مباني الحكومه السرايا التي ضمت في البدايه مدرستين لابناء البدو ومحكمه العشائر ومحكمه شرعيه وبريدا ومكتب القائم مقام ومركزا للشرطه ومكاتب عمال البلديه وفي مرحله لاحقه اقيم مسجد بئر السبع وفي خلال نكبة عام 48 في العشرين من تشرين الأول احتل جيش الاحتلال الإسرائيلي المدينة بما يسمى عملية يو أوف وهجر المدينة معظم سكانها العرب إثر هذه العملية وتراجعت أهمية السوق البدوي نهاية التسعينات بعد أن منعت سلطات الاحتلال تجارة المواشي والطيور بذرائع مختلفة كالأوباء الصحية ونقلت مكانه مرات عدة وقد كان مشهد جلب الحلال أحد أستمات البارزة للحياة التجارية في المدينة فيما تقدر الأموال التي يصرفها العرب عرب النقب في مدينة بئر السبع بمئات الملايين سنويا وزير الحرب الإسرائيلي فيكتور ليبرمان يهاجم النائب أحمد الطيبي بسبب تصريحاته حول الدولة الواحدة ويقول لا مكان للطيبي في الكنيسة والطيبي يرد بكلمة واحدة أعد الكن. חבר הכנסת אחמד טיבי אמר שבמקרה כזה מאוד יכול להיות שהוא יהיה ראש ממשלה. תראה, אחמד טיבי, אני מקווה, יום אחד יהיה חבר פרלמנט ברמאללה, אין לו מה לחפש בפרלמנט הישראלי. אחמד טיבי, שנסע ללוויה של הרב המרצחים ג'ורג' חבש, ונסע שם נאום חוצף לעב, לעבוד על ג'ורג' חבש, לוחם החופש, אין לו מה לעשות בפרלמנט הישראלי. הוא לא, עד לא מזמן היה יועצו של ערפאת, אין שום סיבה לו שלא יישב ברמאללה ויהיה יועצו של מחמוד עבאס או מי שיבוא אחריו. <עבים> 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 قرر البرلمان الإسرائيلي الاحتفاظ بقانون مثير للجدل يمنع ارتداء التنانير القصيرة في الكنيسة ولكنه سيقوم بتطبيقه وفرض عقوبات ضد المخالفات بشكل تدريجي وفق ما قررت لجنة المؤلفة من نواب وموظفين برلمانيين وصدر القرار الثلاثاء الماضي بعد أن تظاهر موظفون في كانون الأول الماضي عندما تم منع مجموعة من النساء من الدخول إلى مقر البرلمان بحجه ارتدائهن تنانير وملابس قصيره وقالت الموظفات ان رجال الامن في البرلمان بداوا يتشددون في تطبيق القوانين حول طول التنوره من دون اعطاء اي سبب وتم تشكيل لجنه مؤلفه من نواب وموظفين في البرلمان لدرس الموضوع صحيفة هارتس أوردت أن منع الدخول إلى الكنيسة لا يتم إلا في حال توجيه تحذير ثالث وجاء في بيان صادر عن الكنيسة أن القدوم إلى الكنيسة يجب أن يكون في زي لائق ومحترم مشيرا إلى أنه لا يجب أن يصل أحدهم مرتديا ملابس لا تظهر الاحترام للكنيسة كقمصان تي شيرت أو صنادل أو ملابس رياضية أو فساتين وتنانير قصيرة أو سراويل قصيرة واضاف البيان ايضا انه تم منع القمصان التي تحمل شعارات سياسيه. ليبرمان يطرح صيغه توافق لتسليم حماس الجنود الاسرائيليين الاسرى لديها ويقول لقد شاء القدر ان نعيش هنا على هذه الارض الصغيره معا، لذلك هناك حاجه الى ادراك ضروره البحث عن طرق للتعاون بدلا من التمسك بالعداء والخصام. قدم وزير الحرب الاسرائيلي افيكدور ليبرمان عرضا جديدا لحركه حماس في غزه لتسليم الجنود الاسرائيليين الاسرى لديها وتخليها عن السلاح والانفاق والتخلي عن ميثاقها الذي يدعو الى ازاله اسرائيل من الوجود مقابل استعداد سلطات الاحتلال للموافقه على بناء ميناء بحري ومطار ومناطق صناعيه وتوفير 40 الف فرصه عمل في الاراضي المحتله منذ العام 48 وأضاف ليبرمان في رسالة موجهة للفلسطينيين عبر صفحة المنسق التابعة لما يسمى منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق لا يوجد أي مبرر كي يعيش المدنيون في قطاع غزة في القرن الواحد والعشرين بشروط وظروف حياتية تقل كثيرا عن مستوى مثيلاتها في يهودا والسامرة والعالم العربي لذلك على أهل غزة أن يفهموا أن إسرائيل التي انسحبت من غزة حتى المليمتر الأخير ليست سبب سبباً لمعاناتهم، بل قيادة حماس التي لا تهتم بهم، وفي اللحظة التي تتنازل فيها حماس عن الأنفاق والصواريخ، سنكون نحن أول من يستثمر في غزة وفيما يتعلق بالضفه الغربيه المحتله قال ليبرمان ان الغياب المطلق للثقه بين السلطه واسرائيل هو سبب المشكله في العلاقات بينهما لهذا فان الحل في الضفه الغربيه يتمثل في تسهيلات اسرائيليه وخطوات تهدف الى بناء الثقه في المجال الاقتصادي وختم ليبرمان رسالته بالادعاء نحن اناس منفتحون ويجب علينا ان نجد الصيغه الصحيحه التي تسمح للشعبين بتحقيق الرخاء وليس فقط ان يحافظوا على بقائهما ان اي اتفاق بين اي جهتين سيفشل بكل تاكيد حين تكون الاستفاده منه لطرف دون الاخر مبيدات إسرائيلية سامة مواجهة ضد الفلسطينيين والدكتورة ميرل وات من شبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ تقول من غير المقبول أن السلطة الفلسطينية التي تمتلك واحدا من أشد أنظمة تسجيل المبيدات والامتثال بما في ذلك عدم السماح بدخول المبيدات المحظورة في بلدانها الأصلية تتعرض للاحباط عند كل منعطف من قبل السلطات الاسرائيليه التي تسهل عن علم دخول المبيدات المحظوره شديده الخطر الى الضفه الغربيه المحتله. الاحتلال الاسرائيلي يصنع ويتاجر بشكل غير مشروع بمبيدات سامه في المستوطنات التابعه له. هذا ما أكده تقرير أصدرته لجنة تقصي حقائق مشتركة تضم الجمعية العربية لحماية الطبيعة (APN) وشبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ (PANAP) في الضفة الغربية المنبعثتين من الأمم المتحدة كما اكد التقرير ان سلطه العدو تقوم بتسريب مياه الصرف الصحي الصناعي والمنزلي الخام من المستوطنات الى اراضي الرعي والزراعه مباشره ما يؤدي الى انعدام الامن الغذائي ويعد انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان وكشف تحقيق البعثه المشتركه ان 50% من المبيدات شديده الخطوره الموجوده في فلسطين غير مشروعه وتؤدي المبيدات التي تتسرب من العمليات الزراعية والنفايات الخطرة الناتجة عن تصنيع المواد الكيميائية الزراعية داخل المستوطنات غير الشرعية إلى تسميم مزارع الفلسطينيين ومواشيهم ومصادر المياه. وقد جرى توثيق إلقاء النفايات الخطرة في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في المناطق المجاورة للمدارس مباشرة. وذكرت اللجنه ان المجتمعات القريبه من المستوطنات الصناعيه الاسرائيليه في الضفه الغربيه تلوث التربه والمياه الصالحه للشرب وتنشر البعوض الناقل للامراض وتزيد الاصابه بامراض الجهاز التنفسي والعيون بما في ذلك الاصابات بين الاطفال وقالت رزان زعيتر مؤسس وعضو مجلس إدارة المجموعة العربية لحماية الطبيعة: "لقد جرى إغلاق بعض شركات الكيماويات الزراعية هذه داخل الخط الأخضر بسبب الانتهاكات للقوانين البيئية والصحية، لكنها تعمل من دون عقاب داخل المستوطنات غير الشرعية على حساب صحة الفلسطينيين وسبل عيشهم وبيئتهم". مذيعة فلسطينية عربية في قمة صدارة مذيعي التلفزيون الإسرائيلي وصلت الوقاحة بالعدو الإسرائيلي إلى أن تتصدر مذيعة عربية قائمة مذيعين وسيلة إعلامية عدوة مذعنة لطلب القناة فقد أعلن التلفزيون الإسرائيلي أن المذيعة غدير كمال مريح مقدمة نشرة الأخبار باللغة العربية ستصبح المذيعة الرئيسة لنشرة الأخبار المركزية بالعبرية في التلفزيون الإسرائيلي واشار معلقون عبريون بحسب وكاله سبوتنيك الى انه يوجد في وسائل الاعلام العبريه عدد من ممثلي المجتمع العربي في الاراضي المحتله من بينهم لوسي هاري شابه مسلمه تقدم برنامج استضافه مشهور في القناه الثانيه وشبل منصور الشاب العربي الذي كان يقدم نشره الاخبار في محطه اسرائيليه ويقدم الان موجز نشره الاخبار في القناه الثانيه. وهناك زهير بهلول أيضا وهو عضو كنيست في حزب العمل الآن وكان مقدما شهيرا لبرامج رياضية رائدة في الأراضي المحتلة باللغة العربية على الرغم من لكنته البارزة ومع وجود كل هؤلاء لم يقدم أي مذيع تلفزيوني نشرات الأخبار بلغته الأم العربية قمة سرية عقدت قبل عام في العقبة تقترح العودة إلى حدود الرابع من حزيران عام سبعة مع تبادل للأراضي وحل متفق عليه لقضية اللاجئين إلا أن نتنياهو عارض المبادرة ورفضها ارتس عن عقد قمه سياسيه سريه جمعت وزير الخارجيه الامريكيه السابق جون كيري ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الاردن عبد الله الثاني قبل عام وبعلم رئيس السلطه الفلسطينيه محمود عباس على الرغم من عدم مشاركته في الاجتماع. وذكرت الصحيفة العبرية أن لقاء القمة السرية عقد في الواحد والعشرين من شباط في مدينة العقبة جنوبي الأردن وسط تكتم شديد في لقاء شمل مبادرة سياسية أمريكية هي مبادرة كاري التي تتضمن وفق هارتس الاعتراف بالكيان الإسرائيلي دولة يهودية وتطبيع العلاقات مع الدول العربية وسميت بمبادرة السلام الإقليمية المبادرة تحتوي على ست نقاط رئيسية هي العودة لحدود الرابع من حزيران عام 67 مع تبادل الأراضي وتحقيق قرار رؤية القرار 181 للأمم المتحدة أي قرار تقسيم فلسطين لدولتين للشعبين تعترفان الواحدة بالأخرى وتمنح المساواة في الحقوق لمواطنيهما والذي ينص على خطه التقسيم والاعتراف المتبادل بالاضافه الى حل عادل لقضيه اللاجئين وتشمل المبادره حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وضمان قدره فلسطين على توفير الامن لسكانها في دوله ذات سياده ومنزوعه السلاح وانتهاء الدعاوي الفلسطينيه بشكل كامل وفيما يتعلق بمدينه القدس المحتله تنص المبادره على ان تكون عاصمه للدولتين مع احترام المشاعر الدينيه للطرفين وانتهاء الصراع ونهايه المطالب التي تسمح بتطبيع علاقات وعلاقات امنيه اقليميه متزايده وفقا لرؤيه مبادره السلام العربيه. وبحسب هآرتس فان نتنياهو تحفظ على المبادره متذرعا بصعوبه تمريرها بائتلافه الحكومي. عارضا في الوقت نفسه القيام بخطوات عده تجاه الفلسطينيين مقابل لقاء قمه مع ممثلين عن السعوديه والامارات بينما طلب وزير الخارجيه الامريكي من ملك الاردن الضغط على الرئيس عباس لقبول المبادره. ختام حلقتنا من اعرف عدوك الى اللقاء.